السؤال الثاني من أسئلة الأخوة في السودان أيضا، ما حكم الإسلام من زغاريد النساء؟ زغاريد النساء فيها تفصيل، زغاريدهم ما بينهم في حالة العرس، مع العرس غناهم ما بينهم، هذا لا بأس به. أو زغاريد في شيء لا يضر الناس ما بينهن، في لعب خاص بينهن لا يضر الناس، ولا يكون في خلطة الرجال، يكون في شيء ما حرم الله، ما لنا في شيء. أما إذا زغردنا في شيء في الشرك أو في دعاء غير الله أو في السب للدين، فهذا كله منكر، بعضه شرك وبعضه غير الله على حسب أحوالهم. والزغاريد كلمة مطلقة، زغاريد كلمة عامة مطلقة مجملة، ما فيها تفصيل. فإذا كانت زغاريد كلمات طيبة عند الفرح، عند العرس، عند العرس أو الفرح، أو قدوم زوجها من السفر، أو أبيها على الوجه ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة الرجال، هذا أمره سهل. أما إذا كانت زغردة فيها سب للإسلام أو دعوة للشرك أو كلام منكر أو سب للناس أو استغاثة بغير الله، هذا هو أحكامه، هذا شيء فيه تفصيل. نعم.